بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جاء في الأثر الشريف عن مولانا أبي الحسن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من عيّر بشيء بُلي به هذه الكلمه المختصره اولا قاعده اخلاقيه مهمه جدا لها اثر اولا في تطهير نفسيه الانسان المؤمن ثانيا لها اثر في المحافظه على حاله الصفاء والطهاره في المجتمع المؤمن ايضا ثالثا تشير الى قانون الله سبحانه وتعالى سنه في الحياه هذا القانون اشارت له الايات المباركه في سوره فاطر يمكن هذا القانون نحن لا نرى كيف يقع لكننا نلحظ نتائجه يعني لا يرى بالعين المجرده كيف ان الانسان اذا عير بشيء يوم من الايام هو يبتلي بذلك الشيء كيف يحصل الأمر هذا آليا أوتوماتيكيا ما يرى لا يرى بالعين المجردة لكن مع الزمن نحن نكتشف هذا الأمر شوف فعلا أن الإنسان اللي يوم من الأيام عير أحدا بشيء نراه قد وقع فيه وكلما طال العمر بالإنسان كلما اكتشف هذا الأمر سواء بالنسبة لنفسه أو بالنسبة للآخرين وفي الروايات كيف تريد ان تهذب المجتمع المؤمن والحياه بكاملها ايضا تريد ان تهذب الانسان المؤمن شوفوا الروايات في روايه عندنا تؤكد على هذا المطلب وانما يؤكد عليه بهالكيفيه لاهميته كثير هي الأمور التي حصلت في تاريخ الأنبياء ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليه الصلاة والسلام يصطادون لنا مجموعة من المسائل والملاحظات والدروس المهمة والغاية في الأهم الأهمية التي حصلت في تاريخ الأنبياء ويضيئوها ها؟ يضعون عليها علامه حتى نلتفت اليها نشوف الروايه هذه القران الكريم جاء لنا بخلاصه الموضوع لكنه ما جاء لنا بالتفاصيل معناها روح بحثوا عن التفاصيل الان عندما التقى نبي الله موسى على نبينا واله وعلي افضل التحيه وازكى التسليم بالخضر عليه السلام. طبعا هذا اللقاء دام ايام هذا اللقاء استمر ايام. خب في هالايام هذه صارت هناك احاديث اول ما التقوا صار بينهم كلام مو ساكتين حصلت مواقف بينهم في الوداع صار بينهم شيء القرآن ذكر لنا احداث ثلاثة فقط قضية الجدار، قضية الغلام، قضية السفينة فقط زين بقية الأحاديث التي دارت بينهم وين هي؟ وكل الأحاديث على درجة من الأهمية يوم اللي أرادوا أرادا أو بمع بضميمة يوشع بن نون فتاه يعني يوم اللي أرادوا الافتراق يوم اللي أرادوا الافتراق أرادوا يقولوا في أمان لا في أمان الله في, في شيء حصل بينهم ولا لا قطعا الإمام الصادق أو عفوا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى شيء التفت موسى بن عمران على نبينا وآله علي أفضل التحية وأزكى التسليم التفت إلى الخضر قاله أوصني أنت عندك مواقف ودروس ومريت باحداث في الحياه. الله سبحانه وتعالى ايضا حباك بالعلم وبالمعرفه وما الى ذلك وبالحكمه. اوصيني وكان الـ 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 الكلام هنا من باب اياك اعني واسمعي يا جاره والا موسى عليه الصلاه والسلام كان اعلم من الخضر. قال له اوصني طبعا لاحظوا وان كان هذا خارج البحث ما معلوم ايضا ما الذي ما الذي استفاده الخضر من موسى ها؟ لان موسى كان اعلم لعل الخضر استفاد من نبي الله موسى الكثير الكثير لكن لحكمه معينه الله سبحانه وتعالى نبهنا الى مقطع من هذا الحدث الطويل فقط وكله في الجانب الثاني كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام استفاد من الخضر خب الأمر الثاني أين الصفحة الثانية أين المشكلة هم ما أحد سأل أهل البيت ما أحد سألهم وإلا أهل البيت عليه الصلاة والسلام نبهوا إلى هذا الأمر أن موسى أعلم من الخضر المهم فموسى التفت هنا في الاخير قبل الوداع. قال له: اوصيني اوصاه بمجموعه وصايا كل الوصايا هامه هذه لان ساعه فراق. لبين اهميه هذه الوصيه لأن ساعه فراق. لاحظوا ماذا قال؟ اخر شيء قال هذه الكلمه. قال يا ابن عمران خذ يقول لموسى يا ابن عمران لا تعيرن احدا بخطيئه. وصية هامة هذه الرواية ما بينت لنا الآثار بس الرواية السابقة بينت وعندنا رواية أخرى أنا فقط التوجيه لا تعيرن أحدا بخطيئة وابكي على خطيئتك وهو تطالع خطايا الناس وتعير الإنسان بالذات أمام الآخرين والله أنت سويت وأنت فعلت هذا خلاف القيم الأخلاقية العليا للإسلام إذا رأيت اكتم هذه الخطيئة أو حاول أن تنصح صاحبها بشيء هذا ما يمنع النصيحة لكن مو جيت عيرة لا بينك وبينه ولا بينك وبينه وبين الناس وهذا أعظم أن الإنسان يعير الآخرين بأخطائهم أمام الناس يوم من الأيام هو يقع في هذه الأخطاء أمام أعين الناس هذه المشكلة شوف الرواية الأخرى عن وهذه الرواية صحيحة عن الإمام في الكافي موجودة عن الإمام الصادق صلوات, صلوات الله وسلامه عليه من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه سنة هذا سنة سنة من سنن الحياة أن يجي يوم من الأيام لمؤمن ويعيره بذنب الله ما يغفل هذه الأمور يمهل لكن لا يهمل سبحانه يوم من الأيام يستدرج هذا الإنسان ولهذا احنا عندنا في الرواية وفي الدعاء عندنا في آخر دعاء أبي حمزة الثمالي اللهم لا تمكر بنا ولا تستدرجنا ولا تخدعنا الانسان الذي يعتدي على حقوق الاخرين هذا قد يستدرج يوم من الايام الى ان يقع هو في المشكله. ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ابدا هذه واحده من السنن التي الله سبحانه وتعالى سنها في هذه الحياه. ولذلك ينبغي دائما ان نكتم اسرار الاخرين، عيوب الاخرين، ننصحهم، نعم، اما ان نعيرهم بها هذا امر مستنكر دينيا واخلاقيا، ينبغي ان نحافظ على الصوره المثلى الطاهره للمجتمع المؤمن، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير، انه ولي التوفيق وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سليم محمد.